كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم بهذا الفيديو رح نلعب لعبة بيكي اكس تي. واليوم يا جماعة بهذا الفيديو كثير كثير حلو، ليش؟ لانه اليوم رح افرجيكم كيف وطريقة انكم كيف تحصلون على بدلة الاكس تي جيمر ويك، اللي هي لبسة هاي تبع البنت. ثواني خلي افرجيكم اياهم. هاي كمان تبع البنات، تبع فيجيكم ياهن انه كيف تحصلوا عليهم يا جماعه بالمجان، انه هن تماما. فا اوكي، قبل ما نبلش هذا الفيديو لا تنسوا انكم تشتركون بالقناه، كمان انكم تحطوا لايك. فا اوكي، اتمنى انكم تستفيدوا من هذا الفيديو، وبس هيك اشتركوا وحطوا لايك. اهم شيء يا جماعه حطوا لايك، فخلينا نوصل هذا الفيديو ل ليش ما نوصله ل 1000، لا 3000 لايك. اوكي خلينا نوصل هذا الفيديو ل 3000 لايك باول يوم من تنزيله. فا اوكي رح نشوف يا جماعه شو اكثر فيديو ومين اكثر شخص رح يوصل هذا الفيديو اكبر عدد لايكات. يلا فا يبدا يا جماعه، حطوا لايك او اضغط على زر اعجبني او على لايك. بس كمان يا جماعه حطوا لي فولو على تيك توك، لانه هنيك لما اوصل ل 1000 فولورز رح افتح بث مباشر بوجهي وكذا ان شاء الله. فانتوا روحوا هونيك وحطوا لي فولو، جابت بصندوق الوصف. اوكي وكمان بالتعليق المثبت، اذا ما حطيتوا بالتعليق المثبت انتوا ذكروني. المهم بس يا جماعه احبكم كثير واشتركوا، وكمان فولو الانستغرام، كل شيء كل شيء بصندوق الوصف. اوكي كل شيء بصندوق الوصف، لكن اكيد الاشتراك واللايك مو بصندوق الوصف. المهم يب شو بدي اقول. المهم هلا احبكم كثير كثير كثير، خلي انه نبلش. اوكي كانه رح يجي الصبح، هاي رح يجي الصبح. او ماي جاد اي نيد ات اي نيد. شو عم اقول؟ انه انك كنت عارفه، عرفتوا شو كان بدي اقول؟ كنت عارفه. او ماي جاد اي اكشلي نيو ات. زي هيك ما بعرف كيف، زي هيك ما بعرف. ما علينا يا جماعة. اوكي كمان يا جماعة حطوا لي فولو على اليوني، تطبيق يوني هون، اسمي اسراء جيمر والهاشتاج 000. يس المهم طبعا هلا يا جماعة خلينا نبلش. طبعا يا جماعة زي ما بتعرفوا انه هاللبسة الجديدة فمحدودة، يعني رح يمر وقت بعدين خلص رح تروح. فانا هلا يا جماعة رح فرجيكم الشيء انه بديلها، انه لبسه مجانيه لكن كثير بتشبه، يعني بيقدر هيك يكون اشخاص ويظنون انه خلص هي اللبسه هاي بفلوس حقيقيه، انه بتعرفوا انه اللبسه هاي هالبدله بفلوس حقيقيه. فرح فرجيكم بديلها حيكون كثير كثير يشبهها، حتى الناس رح يظنونها حقيقي. اوكي فهلا يا جماعه رح افرجيكم اياه. اوكي اول شيء يا جماعة بدنا نروح على صالون الحلاقة، سو هذا الشيء اللي بدكم اول شيء تروحوا تعملوه. طبعا اكيد رح تشترون هيك اشياء بكوينز، اوكي اكيد يعني بكوينز، فرح تحتاجوا يا جماعة كوينز اكيد واكيد 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 واكيد. المهم فرح تروحون هون على صالون الحلاقة، ورح تروحون عند مكان قص الشعر، لانه رح نبلش يا جماعة بالشعر. طبعا هالبدلة على فكرة هاللبسة ما عندها ابدا وجه، صار الوجه رح تحطون انتو اللي بدكم اياه. فيب يا جماعة والشعر ما بعرف صراحي، لكن بدي احط هيك شعر ثاني، اوكي يعني مو شعر ثاني، لكن يا جماعة رح يكون بديل لإله. اوكي فاذا لاحظتوا يا جماعة انه هاد الشعر ثواني خلي يا جماعة لازم نحط الصبغة الاصلية تبع هاد الشعر عشان انكم تشوفون كيف لونه، عشان رح نحاول انه نحط واحد زيه. اوكي سو هذا هو اللون الحقيقي. سو يب فانتوا هلا يا جماعة رح نجيكم كيف تجيبون شعر زيه. اوكي طبعا رح تجيبون هذا الشعر ثواني، هذا اوكي، وراح تصبغونه بهذا اللون. اوكي ثواني، بهذا اللون ولا بهذا اللون؟ فانتوا رح تختاروا اللي عجبكم، لانه اثنيناتهم بيتناسبوا، يا اما هذا يا اما هذا، يعني هو خلطة ما بين هذا وهذا، عرفتوا؟ فهو خلطة يا جماعة ما بين هذا وهذا. سو انتوا بتحطوا اللي بدكم، فانا رح احط هذا. او ماي جاد اوكي، فبتحطوا هذا والوجه طبعا اللي بدكم. اوكي هاي اول شغلة. تاني شي عشان انكم تجيبون البلوزة، يب البلوزة يا جماعة طبعا هي هادي،
سو رح فرجيكم يا جماعة شو هي البديل تبعه. سو يب تبعلي تبعلي تبعلي. اوكي اللعبة متعلقة فكري، ما عليكم. لا انا كنت بجهة البلوزات، لكن فجأة اللعبة بتروح على مكان الشعر لوحدها. يي شو هالموبايل، شو هاللاقات اللي عم تصير معي باللعبة عن جد. اوكي اكشلي رح نحط كأنه هذا ولا هذا، طبعا هدول حق الهالوين انه بيكونوا كذا. كان تبع كمان زي هذا وهذا، فانا يا جماعة رح انصح ثاني، يا اما بهذا ولا ثاني ثواني 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 ولا هذا تبع الهالوين هذا. سو انا رح انصح بهذا اكثر، اوكي هذا لانه كذا يعني يشبه، اوكي فلكو يعني كمان لونه هيك بيربل كمان زي هيك، فبيشبهوا كثير 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 كثير. سو رح تحطون هذا، وطبعا معه هذا البنطلون. سو هذا البنطلون هو اسهل شيء اعتقد، طبعا لكو هاي موجود يا جماعه قدامكم، لكو مثلا هذا زي هيك، فهي قدامكم هذا اللي في كثير بديلين له. فليكو هذا البنطلون له هذا البديل، كمان له بديلين ثانيين ثاني 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 يا جماعه بتجيكم بديل ثاني، يعني كذا كمان بديل له للبنطلون الاسود هذاك، كمان له يا جماعه هذا الاشي اللي هو كمان بديل، فا ولا كمان هذا. فانا ايش يا جماعه راح اختار، يعني the better one is هذا. ليش؟ لانه كثير بيشبهوا، لاحظوا كثير منيح بالبنطلون، لاحظوا بالبنطلون فلاحظوا كثير تشابه كثير. سو راح احط هذا، تمام ما في ولا قبعه ولا كاب، اقصد قبعه المهم. فهذا يا جماعه مره 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 في واحد كثير بتشبه في هذا، كثير 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 يشبه. يعني شوفوا يا جماعة الشبه لكم، يعني بس هذا كبير وهذا صغير يعني كذا، يعني يب متغير لكن يا جماعة كثير يشبه. يعني هذا بديل له. اوكي بالنسبة للجلافز الصراحة ما في ولا اشي بيشبهه هيك تماما، لكن بس رح نحاول ورح نحط مثلا ثواني هذا ولا هذا ولا اي شيء يا جماعة فيه باللون الاسود. سو انا رح احط هدول. طبعا يا جماعه بالنسبه للشوز فموجود هاي. سو طبعا الشوز انتم اصلا فيكم تحطوا اي شيء اللي بدكم، فرح فرجيكم يا جماعه بديل لإله كثير بيشبهه اللي هو هذا. اوكي لك يا جماعه هذا اللي انا حاليا لبسته كثير كثير بيشبه هذا الاصلي. لك هلا رح احط الاصلي، ثاني هلا رح احط الاصلي، هلا رح احط المزيف. اوكي هذا اللي بيشبهه ساحطوه يا جماعة ما رح تندموا. طبعا هذا اخذته من تحديث الايستر، سو بس اللي كان بتحديث الايستر ولا طبعا ما في هون ولا اشي، كمان ما في ولا كمامة ولا ماسك، فموجود هاي الباك. طبعا هاي الباك ما في صراحة اشي بيشبه كثير، لكن اذا لاحظتوا انه هون ليكو رح نشوف تفاصيل باك وجنحين. سو رح نبحث هذا يا جماعة عبارة عن باك وجنحين، كمان هاي كمان يا جماعة باك وجنحين باك وجنحين. فا أو فينا كمان ناخذ بس جنحين، يعني what if نحط what if 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 ونحطها بس هدول يعني I don't know but let's try something like هدول. ما بعرف لكن الباك هو أكثر شيء صعب، فأنتوا فيكم تحطوا أي شيء اللي بتكون. Oh my god look at this، لكلكم هذول الوينكس، هدول جنحين. او ماي جاد نو نو هذول 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 يا جماعه نو ويز كثير كثير يشبهوهم، ما كنت اتوقع هذول، نسيتهم يا ربي، كانوا من افضل الاشياء اللي عندي باللعبه، يما كيف نسيت ايام. المهم فلكو هذا يا جماعه اكشلي كثير كثير بيشبه الاصلي، لكو هيك اللابس الاصلي وهيك لابسه اللي قلدناه. او ماي جاد كثير بتشبه اللبسه، كثير بتشبه الباقي الجديده، قولوا لي هل صح تشبهها؟ Oh my god look at this كثير كثير بتشبه يا جماعة. Oh my god كأنه الباقي لكو 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 الفرق لكو ثاني، لازم نحفظها وش لازم احفظها عشان تطلع عندي ثاني احطها معاها هاي. لا هاي actually ما بعرف يعني صح. anyways فلكو يا جماعة الفرق ما في كثير فرق، شوفوا هيك وهيك يعني كثير كثير بتشابهوا، ف
لا ما سويت شيء يا جماعة، ثواني كان لازم اشيل هاي الصبغة ثواني. لا 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 مو هيك، ما هذا الاشي اللي كان بدي اعمل. لا مو هيك ثواني، احم هذا هو بدي اني ارجع الصبغة تبع هذا الاسود ثواني. يا هذا هذا بدي اشيل الصبغة، بدي اخليها هيك لون طبيعي. انا صبغته اسود على حسب انه عشان يصير زي لون الحقيقي تبع شعري بالحقيقة. اوكي سهلة يا جماعة، رح تلاحظون الشبه انه ما في، يعني في كثير كثير شبه هيك. 1 2 ترى شفتوا كم شبه يا جماعة، فبتقولوا كأنه النسخة تبعه فيني كثير بشبه. هلا يا جماعة راح نكبله، هلا رح تشوف بنسخة الأولاد، هاي لبس الأولاد. طبعا كمان هي بتقدر البنات يلبسوه يعني، بس أنا قلت تبع الأولاد لأنه الأولاد اللي لأنه بيكي إكستي حطته مع الأولاد، رح فرجيكم بالدليل. او خلي لا نضيع وقت، خلي افرجيكم ليش لا، عشان ما تقولوا بالتعليقات او لا هاي كمان البنات بيلبسوه. يا بعرف ان البنات كمان بيلبسوه، اولاد وبنات ما في فرق، لكن يا جماعة الاشي انه بيكي اكس تي حطته تصنيفه الاولاد. تعالوا افرجيكم، يعني لهيك سميته الاولاد، يعني بيبقى بس اسم لكن باللبس الكل بيلبسه. ليكو هذا يعني بهذول البنت، ليكو مثل هذا ولد ما حاطين له شعر فاكيد ولد، كمان هاي بنات هيك حاطين الشعر كذا، مبين يا جماعة مبين كثير كثير، فلا تقولوا بالتعليقات. المهم سو هلا رح نقلد شخصيات الولد. اوكي سو اكشولي وي هاف ذس، طبعا يا جماعة اللي رح نغير بهاي اللبسة هو هدول، هذا وهذا. اوكي فهلا لازم نلاقي بديلين لهذول الاثنين، اوكي حتى نلاقي لهم بدلين. اوكي سو هذا يا جماعة البانت كثير 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 سهل، لانه موجود كثير بانتس باللون الاسود زي هذا. اوكي ويعني اكشلي في كثير كثير زي ثاني زي 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 وين او ويت هذا it looks like it. oh my god oh my god this is unusually كثير كثير بشبه. oh my god wait 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 رح احط انا اللي بيشبهه هيك تمام. Wait for it. Okay. Wait. أعتقد هذا لأن color. Oh wait. Color كتير كتير متشابه زي ما كنتم شايفين. فا yeah. Color كتير متشابه. سرح نأخذ هذا. بالنسبة لجماعة للبلوزة فرح نشوف على اللون. أنا لقيت إنه هذا اللي أكثر شيء يشبه. ففيكم إنكم تحطون يا إما هذا ويا إما ثواني نشوف إشي ثاني. يا إما wait لازمنا إشي زي هيك wait 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 كتير رح يكون سهل I think that يعني actually I don't know but yeah لا لا مو okay هاي لا هاي لا هاي لا هذا يس هذا يس مين كمان هذا يس في كثير هذا كمان يس هذا كمان يس فرح فرجيكم الاشياء اللي فيكم كتب بس اوكي هذا يس اكشلي في كمان هذا يس فاعتقد هذا اكثر شيء يا جماعه يشبهه لكن في كمان هذا وهذا هذا يعني بهذول الكالر اوكي سو اي ثينك انه بس هذا اللي يشبه كثير كثير مره مره يشبه سو يب ليكو شفتوا كيف شبه كثير كثير من ناحيه الكالر وحتى من الشكل سو يس هلا خليني البس وراح افرجيكم يعني جايز اوكي بس اتمنى يا جماعه استفدتوا ثواني راح افرجيكم اوكي ليكو زي هيك بيشبهوا ولا لا بيشبهوا ولا لا المهم اتمنى انكم تدعمون هذا الفيديو تحطون له كثير لايكات لانه كثير تعبت صراحه فاشي كثير متعب صراحه لكن اكيد هي قناتي جيمنج فاكيد اني جيمنج انا عم منتج فيديو عم صور فيديو يعني عم ببحث على فكره اول شيء وبصور فيديو ومنتج وين هيك اشيل لقطات وكذا واذا كان خلص منيح ما اشيل منه ولا لقطه حتى انه يصير الكلام كله واضح
يعني عشان كذا، يعني عشان كلامي هذا كله اللي عم بحكيه ما لي حرفه. بالاخير مصير هذا الحكي كله يكون مونتاج، اقصه بالمونتاج. لا 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 لا، انا صوتي كثير كمان بيتعب. ها لا، ما رح قص اكيد كلامي بالمونتاج، يعني اكيد لما هيك اخطأ اكيد رح اجيب، لكن هلا لا. باي، اتمنى انكم تقدرون تعبي، او بس اتمنى استفدتوا. لا تنسوا انكم يا جماعه بليز بليز اكتبوا لي افكار فيديوهات، اوكي اكتبوا لي هيك يا جماعه تحديات، اي شيء يكون مضحك كذا يعجبكم، شيء شغله تستمتعون فيها حسبيها رح اخليها احسن فيديو، حسوي سلسله افكار للمتابعين ان شاء الله، فاكتبوا لي افكار مره ممتعه رح اسويها، واعمل مونتاج احلى مونتاج، احلى صوره مصغره واحلى كل شيء، اوكي رح يكون فيديو كثير ممتع. سو قولوا لي يا جماعه افكاركم، رح اسوي كثير فيديوهات اكيد عن هذول سلسله افكار متابعين، سو بليز اكتبوا لي افكاركم. كمان لا تنسوا يا جماعه لايك، اهم شيء، اللي ما حط لايك رح اجيه بالشبشب. ها رح اجيه بالشبشب يا جماعه، وربي رح تكونوا نايمين واجيكم بالليل من تحت السرير واجيكم بالشبشب، بوم بوم بوم. ها ليش ما حطيتوا لايك؟ ها والله لا افرجيكم، ها ما حطيتوا لايك. اوكي امزح بس، المهم بس احبكم كثير كثير، حطوا لايك ولا اذا ما بتكون يصير هالاشي، بس احبكم كثير وباي.